السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الحبيبات طالبات الصف الخامس. اليوم إن شاء الله سوف نستكمل الجزء الثاني والأخير من درس مقارنة القصور العشرية. هدف درسنا هو نستطيع مقارنة القصور العشرية حتى الأجزاء من ألف. نفتح مع بعض الكتاب بيج 31 أمثلة تدرب مستقل. في التمارين من 6 ل 8 قارن بين كل عددين واكتب اصغر او اكبر او يساوي في كل دائرة. مثال 6 890 جزءا من 1000 بقارنها بالكسر العشري 89 جزءا من 100. اول حاجة لازم نبص عليها في المقارنة او الترتيب القصور العشرية هي المنازل او القيم الموجودة عندي. اول كسر عشري عندي البوينت او الفصل العشرية بعد ثلاث ارقام، اما الكسر العشري الثاني بعد البوينت بعد رقمين. فلازم اوحد المنازل. توحيد المنازل ازاي؟ بشوف اكبر قيم عندي وهي الاجزاء من 1000، اذا بحاول ان انا اخلي الكسر العشري اللي هو اجزاء من 100 عايز اخليه لاجزاء من 1000. بضع 0 امام الناين بحيث ان هنا القيم والقيم المنزلية والمنازل عندي تكون قد بعض. اصبح عندي الكسرين البوينت او الفصل العشرية كل من كل الكسور العشرية اللي عندي او الكسرين العشرين اللي عندي الفصل العشرية بعد ثلاث ارقام. نبدأ نقارن. اتفقنا ان احنا نقارن باخر قيمة عندي او باخر منزلة من اليسار. هنا العدد الكلي 0 وهنا 0، طبعا ما حصلش اي تغيير. بتنقل لاجزاء من 10، هنا 8 وهنا 8. نيجي عند الاجزاء من 100، هنا 9 وهنا 9، طبعا ما حصلش اي اختلاف او تغيير. في الاجزاء من 1000 0 و0، اذا الكسرين احسنتي متساويين. مثال 7 5 و7 و33 جزءا من 1000 بقارنها بالكسر العشري 5 و693 جزءا من 1000. لازم اتاكد ان القيم المنزليه والفصل العشريه متساويه في الكسرين. فعلا الكسر العشري الاولاني البوينت بعد ثلاث ارقام والثاني ايضا البوينت بعد ثلاث ارقام، اذا القيم المنزليه عندي متساويه. نبدا نقارن. العدد الكلي هنا 5 وهنا 5. نبدا نشوف الاجزاء من 10، هنا 7 وهنا 6. نلاحظ ان السبعة اجزاء من 10 اكبر احسنتي من الستة اجزاء من 10. مثال 8 الكسر العشري 9 و707 جزءا من 1000 اكبر ام اصغر ام يساوي من 9 و700 و717 جزءا من 1000. نتأكد. لازم اول حاجة قبل المقارنة او الترتيب القيم المنزلية عندي هنا متشابهة. نلاحظ هنا الفصل العشرية بعد ثلاث ارقام وايضا الكسر العشري الثاني الفصل العشرية او البوينت بعد ثلاث ارقام. نبدأ بالمقارنة. العدد الكلي هنا 9 وهنا 9 متساويين. نتنقل للاجزاء من 10، هنا 7 وهنا 7. طب تشوف الاجزاء من 100، هنا 0 وهنا 1، اذا 0 في منزلة الاجزاء من 100 اصغر احسنتي من ال1 في اجزاء من 100. نشوف مع بعض مثال 9. الف في التمارين 9 و10 رتب الكسور العشرية من الاكبر الى الاصغر. طبعا في الترتيب برضو لازم نتأكد من توحيد المنازل او نوحد القيم المنزلية الموجودة عندي ونشوف ونتأكد من البوينت بعد كل البوينت موجود فين بعد كل الارقام الموجودة عندي. هنا البوينت في الكسر العشري الاولاني بعد ثلاث ارقام، هنا ايضا بعد ثلاثة وهنا ايضا بعد ثلاثة. نقرأ الكسور العشرية 878 و403 جزءا من 1000. الكسر الثاني 787 و304 جزءا من 1000. الكسر العشري الاخير هو 887 و43 جزءا من 1000. احنا عايزين ان احنا بنختار او بنقارن ونشوف اكبر كسر عشري. نبدأ نقارن من اليسار، هنا 800 في المئات وهنا 800 وهنا 800. في العشرات
كل ده انا بتكلم في الارقام اللي قبل الفصل العشرية اللي هي الاعداد الصحيحة. في العشرات هنا 7 8 8. طيب انا عايزة الاكبر ايه؟ اذا بقارن بين الكسرين العشرين دول، هنا في العشرات 8 وهنا 8، ايضا في الاحاد 7 وهنا 7. طيب نبدأ نقارن بقى في الاجزاء من 10، هنا 3 وهنا 0. اذا 3 اجزاء من 10 هي اكبر، احسنتي، من الزيرو في الاجزاء من 10. اذا نكتبه 887.304. اللي بعديه على طول مين الاكبر؟ احسنتي، 887.43000. اصغر هو كسر 10، احسنتي، 878.403000، 878.403 جزءا من 1000. نيجي مع بعض سؤال 11، قال لي بين سبب عدم منطقية القول ان العدد 4.23 جزءا من 100 أصغر من العدد 4.135 لأن العدد 4.23 جزءا من 100 يحتوي على أرقام أقل بعد الفصلة العشرية من العدد 4.135. عايز أعرف السبب. نيجي مع بعض نشوف. فعلا صحيح أن 23 أصغر من 135. احنا فعلا عارفين ان 23 اصغر من 135، كلام صحيح، لكن في عندنا فرق في 23 جزءا من 100 اكبر من 135 جزءا من 1000. طيب تيجي نشوف هنا، في اول حاجة هنا البوينت بعد 3 ارقام وهنا البوينت بعد رقمين. المسألة لنا ان احنا لازم نرتب المنازل او نوحد المنازل لما يكون عندي اجزاء من 100 وعندي اجزاء من 10، فلازم بضع في الكسر العشري اللي هو لديه اجزاء من 100 0 علشان اخليه اجزاء من 1000 زي الكسر العشري الثاني. نبدأ لو احنا نشوف المقارنة، هنا الون في الاجزاء من 10 يبقى 0.1 يعني 1 جزءا من 10، وفي الكسر العشري الثاني في منزلة الأجزاء من 10 2 جزءا من 10. إذا 23 جزءا من 100 هو أكبر من 135 جزءا من 1000. نيجي مع بعض في مثال 13، صل بين كل كسر عشري على اليمين وبين الكسر العشري المكافئ، لازم نخلي بالنا من كلمة المكافئ له، على اليسار. واحنا اثناء حلنا في التدريبات يعني ايه كسر عشري مكافئ، يعني مثلا لو كان عندي 0.5 اللي هو 5 اجزاء من 10، لو قلتلك مين الكسر العشري المكافئ لي هتقولي لي يا ميس 50 جزءا من 100 بإضافة 0 في منزلة الأجزاء من 100. طيب وأيضا مكافئ لمين؟ أحسنتي، 500 جزءا من 1000، وده المقصود بالكسور المتكافئة. نيجي هنا عايز أعرف الكل كسر 10 على اليمين الكسر المكافئ له اللي على اليسار. 0.750 750 جزءا من 1000، يا ترى مين هنا الكسر العشري المكافئ لهم؟ هل هو 75 جزءا من 100 ام 51 جزءا من 100 ام 1.5 اجزاء من 100 ام 75 جزءا من 1000؟ احسنتي، هو 75 جزءا من 100. الكسر العشري الثاني 75 جزءا من 1000، أي كسر عشري مكافئ له؟ أحسنتي، المماثل له هو 75 جزءا من 1000. الكسر العشري 1 و500 جزءا من 1000،
هل الكسر العشري المكافئ له 51 جزءا من 100 أم 1.5 أجزاء من 100؟ أحسنتي، وهو 51 جزءا من 100. الكسر العشري الأخير 51 جزءا من 1000. الكسر المكافئ له هو 1.5 أجزاء من 100. نيجي مع بعض في أمثلة 17 و 18. يمكن أن يبلغ طول قطر حبة رمل ناعمة هي 1.25 جزءا من 1000 مليمتر. أي الأعداد التالية أصغر من طول قطر الحبة؟ هنا 125 جزءا من 1000. عايز أشوف الكسر العشري الأصغر من الكسر العشري 125 جزءا من 1000. نشوف أول اختيار هنا 0.1 يعني 1 أجزاء من 10. طيب أنا دلوقتي لو وحدت المنازل علشان أخلي الأجزاء من 10 يبقوا أجزاء من 1000 زي الكسر العشري 125 جزءا من 1000، فبضطر إن أنا أحط له 0 بيكون بحيث يكون البوينت بعد 3 أرقام مثل الأجزاء من 1000 في الكسر العشري 125. هنا في منزلة الأجزاء من 10 1 وهنا 1، في الأجزاء من 100 0 وهنا 2. إذن الزيرو أصغر من التو في الأجزاء من 100، إذن بختار الاختيار الأول. نيجي عند الاختيار الثاني 2 جزءا من 10. لو أنا وضعت 0 في الأجزاء من 10 ليصبح الكسر عندي أجزاء من 1000، هنا في منزلة الأجزاء من 10 2 وهنا 1، فحتى من غير ما أنا كنت وضعت الأصفار هنا 2 جزء من 10 وهنا 1 جزء من 10، إذن الاثنين عندي أكبر وليس أصغر من الكسر. نيجي عند الاختيار الثالث 13 جزءا من 100. هل هي أكبر أم أصغر من 125 جزءا من 1000؟ نضع 0 لتوحيد المنازل أو توحيد القيم. هنا عندي 1 في الأجزاء من 10 وهنا أيضا 1، هنا 3 في الأجزاء من 100 وهنا 2، إذن طبعا 3 من 100 أكبر من 2 من 100، ما طبعا ما بختارهاش. باجي عند الاختيار الرابع 12 جزءا من 100، بقارنها ب 125 جزءا من 1000، بنضع 0 لتوحيد المنازل وجعلها أجزاء من 1000. هنا في الجزء من 10 1 وهنا 1، هنا 2 وهنا 2، هنا 0 في الأجزاء من 1000 وهنا 5، إذن 0 أصغر من 5 في الأجزاء من 1000. على الاختيار الأخير 126 جزءا من 1000، نجد إنها أكبر من 125 جزءا من 1000، إذن الاختيار الأول والرابع هو صحيح. مثال 18 وزنت سميرة بعض التفاح في متجر البقالة، كان وزن التفاح 4.16 جزءا من 100 كيلو جرام. أي الأعداد التالية أكبر من العدد 4.16 جزءا من 100؟ أول عندي اختيار 4.15 جزء من 100، نجد أنه أصغر من 4.16 جزء من 100، طبعا ما بختارهوش. نيجي عند الاختيار الثاني 4.19، أحسنتي، أكبر من 4.16 جزءا من 100، بختاره. الاختيار الثالث 4.2 جزء من 10، أعرى أكبر ولا أصغر من 4.16؟ بنحط 0 أمام 2 لذلك لتوحيد المنازل ونقارن، هنا 4 في الأعداد الصحيحة وهنا 4، هنا 2 في الأجزاء من 10 وهنا 1، إذن الاثنين جزء من 10 أكبر من 1 جزء من 10، تختاره. نيجي عند الاختيار الرابع 4.9 من 100، نيجي نقارن هنا 4 وهنا 4 في الأجزاء في الأعداد الصحيحة، في الأجزاء من 10 0 في أما الكسر العشر الثاني هنا 1، إذن الزيرو أصغر وليس أكبر في الأجزاء من 10. الاختيار الأخير 4.1 جزء من 10، بنضع طبعا 0 لتوحيد المنازل، هنا في الأجزاء من 10 1 وهنا 1، نتنقل للأجزاء من 100، هنا 0 وهنا 6،
إذا الزيرو أصغر وليس أكبر من 6 في الأجزاء من 100 طبعا ما بختارهاش. إذا الاختيار الثاني والثالث هو الصحيح. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الأول مش الجزء الثاني. إن شاء الله.